هنروح لكرة السلة رجال. الكابتن أشرف توفيق زي ما انتم عارفين بيمرن الفريق الحقيقة في 4 لاعبين بيشاركوا مع منتخب مصر. عندنا طبعا حاتم وعمر طارق وعمرو الجندي ومعانا كمان مين الرابع يا جماعة؟ وابو النصر وكان الخامس. هم 5 لاعبين هنقولهم لحضراتكم، ولكن طبعا بيستعد المنتخب إيهاب أمين أنا آسف، وطبعا المنتخب بيستعد للتصفيات المنطقة 5، المغرب وأوغندا والرأس الأخضر. والفرق الحقيقة بدأت توصل، والبطولة من 27-28-29 في اسكندرية. فطبعا لعيبة المنتخب مع المنتخب، اللعيبة اللي مع كابتن أشرف توفيق بيمرنهم وبيستعد بيهم، ضم مجموعة من فريق 18 سنة و20 سنة في النادي الأهلي، عامل توليفة كويسة وبيمرن الفريق. مسافر يوم الاثنين راح اسكندرية عشان هيلعب يوم الثلاث مع منتخب مصر هناك في اسكندرية مباراة ودية. الحقيقة كاميرا الأبطال راحت سجلت تقرير مع كابتن أشرف توفيق عشان نعرف الاستعدادات ايه، لان طبعا النادي الاهلي هيرجع على مباراتين مهمين جدا مع نادي الزمالك في دور الثمانية في دوري المرتبط. نشوف التقرير ده وارجع لحضرتك. اربع شهور كانوا كتير قوي على ان احنا خدنا شهر ونص منهم 3 اسابيع في الاهلي مدينه نصر بره الصاله يعني، و3 اسابيع في الصاله. فنتج عنه ان حصل عندنا اصابات تقيله جوه اهم جزء في الموسم، كان ليها تاثير برضو في ان احنا مش كسبنا. انما طبعا مش اكسكيوز يعني. ان فدلوقتي كان لازم نعمل فتره جديده، فكان الفتره بين الموسمين 18 يوم. في خلال ال 18 يوم دول احنا كنا بقى بنخلص عمرو الجندي وعمر طارق، وفي 4 لعيبه من عندنا ماشيين، زائد كان في 4 مصابين، فتقريبا كانش في فرقه. فتقريبا لعبنا يعني ب7-8 تمارين يعني، ولعبنا الثمان ماتشات. الحمد لله كان معظمهم ماتشات يعني متوسطه، انما كان فيهم ماتش جيش كويس طبعا، فرقه تقيله طنطا في طنطا يعني. المهم يعني كسبنا بقى 5-6 ولاد هم في منتخب شباب برضو، كسبناهم بقوه يعني، اللي هو عبد الله الناصر، محمود وليد، مؤمن خيري، في واحد رابع كمان كويس، او مالك ياسر. الاربعه دول ادوا يعني ان شاء الله هيبقى ليهم نصيب حتى في الماتشات يعني، حتى ما نخش في الجزء المهم من السيزون. الفرقه دلوقتي لا الحمد لله مع طبعا ستيل السلعوي لسه مش موجود، ده تقريبا بس يعني الاصابه اللي تقيله. ايهاب امين خلاص رجع، بس رجع المنتخب، بيتمرن في المنتخب. كان في ابو النصر وبيتمرن في المنتخب. عفضيل الحمد لله هو في الملعب، سيف في الملعب. لا الدنيا طبعا اتحسنت كتير، بس هو في 6 كانوا 5 في المنتخب الكبير، ودي حاجه كويسه جدا. احنا عندنا مشكله بوزيشن 4، احنا بنجيب اجنبي. دي كانت موجوده في النادي بقالها كتير. النهارده احنا عندنا بنحول عبد الله الناصر من 5-4 وناجح جدا فيها. عندنا مالك ياسر، ولدين واحد عنده 17 سنه، الاثنين 17 سنه. خلاص انت لو يعني اللي بعد كده ما عندوش مشكله في الاربعات، ممكن نجيب بقى بوزيشن 1. اوكي. فدي اصلا اضافه كبيره جدا، وصراحه عملها يعني كسر الاصابات، خلتنا دفعنا بالولاد دي بدري، وظهروا كويس كمان. دور كويس جدا، وحتى فرقه الدرجه الاولى متوسط الاعمار صغير يعني، حتى اكبر اثنين عندنا اللي هم الناس بتوع اليوم 37 سنه، هم 32 سنه في عزهم يعني، الجمال ومودي الجرحي، دول 32 سنه، دول بس الاثنين الكبار. انما لا يعني كل مصر الناس اللي بتفهم، لا الباسكت في النادي الاهلي في الفيوتشر يعني هيسبق كتير يعني، تقدر نقدر نكسب 5-6 سنين ورا بعض. اي مدرب في كاريره بعد 30 سنه بتاع بيبقى اللي فاضل له 2-5 بالكتير، فبيبقى عايز اخر 5 سنين في عمره دول يتوج بيهم تاريخه رقم واحد. غير بقى ان احنا بقى يعني مولودين في النادي الاهلي، فيعني بنتمنى ان احنا لرب ان شاء الله ان شاء الله. ده كان لقاء كاميرا الابطال مع كابتن اشرف توفيق. خلينا بس اقول معلومات صغيره. كابتن اشرف توفيق هو المدرب المصري دخل الباسكت البول حديث مصر في اوائل الالفينات واواخر التسعينات، ومع يعني الفتره دي
وده مش برايي انا وده راي الجميع يعني. الكابتن اشرف توفيق هو اللي دخل الباسكت الحديث مصر. كابتن اشرف توفيق زي ما انتم شفتوا في التقرير دايما بص على مستقبل الباسكت في النادي الاهلي، بدا يبص زي ما قلت لكم زي ما بيحصل مع كابتن طارق محروس على طول بص على فريق 20 سنه و 18 سنه عشان ياخد منهم يدعم الفريق الاول. اذا في مستقبل النادي الاهلي الحمد لله في الالعاب، انا شايف ان احنا ماشيين بخطه كويسه جدا. الثلاث فرق درجه اولى و20 و18 الحمد لله في كل الالعاب كويسين جدا، وفي اخبار معانا حتى في الطايره للسن ده.